الطفل المغربي حامل الكرات يبكي الملايين في أول ظهور له بعد الاعتداء عليه من اللاعب المصري، فماذا قال الطفل المغربي البريء؟ سنتعرف على تصريحاته كاملة، ولكن قبل الدخول في التفاصيل أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تحدث الطفل المغربي حامل الكرات لأول مرة بعد واقعة الاعتداء عليه من لاعب المنتخب المصري، حيث أكد الطفل المغربي أن والده متوفي، وطالب الطفل المغربي بأخذ حقه من اللاعب المصري، حيث أكد أن ليس لديه أي ذنب ليفعل معه ذلك. وتابع الطفل المغربي حامل الكرات تصريحاته قائلا: ما زلت أتوجع من بعض الآلام نتيجة لقوة الضربة من اللاعب المصري. مبروك لبلدي المغرب الفوز باللقب، سعيد بأن جميع المصريين رفضوا تصرف لاعب المنتخب المصري معي. أعمل جامع للكرات حتى أساعد أسرتي في الحياة، لأننا أسرة فقيرة للغاية. واختتم الطفل المغربي تصريحاته قائلا: فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعهد لي بتقديم شكوى للفيفا والكاف وأخذ حقي من اللاعب الذي اعتدى عليّ.